سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أهلا أهلا بمعالي المستشار. أهلا أهلا بحضرتك، إزيك؟ إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ إزيك سيادة النائب؟ الله إزاي حضرتك؟ طبعا الأمانة الفنية أي الترس المحرك لكل هذا الحوار، ويمكن التحضيرات اللي استمرت تقريبا سنة وأربع أيام تقريبا، شيء من هذا القبيل. بعد هذا الجهد سيادة المستشار، وبعد ما أو نقدر نقول باعتبار سيادة المستشار رئيس أمانة فنية وموجود داخل هذا المطبخ السياسي للحوار الوطني، إحنا كنا بنتكلم في أنه الكل يريد إنجاح هذا الحوار. تعتقد أنه الكل مستعد لإبداء مرونات وعدم التشدد أكثر مما يجب ولو في بعض الأحيان؟ أهلا بحضرتك وبجمهور. السنة اللي إحنا شفناها دي أنتجت هذا المشهد الحضاري في الجلسة الافتتاحية. صح. الجلسة الافتتاحية علشان تظهر بهذا الشكل وهذا التنوع دون مقاطعات، يمين يسار وسط، مجتمع مدني، نقابات مهنية، شخصيات عامة، خبراء متخصصين، وعلى رأس هذه القائمة كلها فخامة السيد الرئيس. كلمة يعني مسجلة، لا يعني كده عرفنا ايه اللي اتعمل فيها، لان كمان روح الفريق اللي نشأت ما بين اعضاء مجلس الامناء واضحة تماما. الكل دلوقتي بيعتبر الحوار حواره، المقررين وإدارة الحوار الـ 44 أيضا حريصين من مختلف الاتجاهات السياسية على إن هم ينجحوا الحوار. في النص بنشوف يعني تفاهمات كتير، ويعني أنا بعذرك في موقف وأنت بتعذرني في موقف. صحيح. لا طبعا هناك رغبة صادقة وعمل جاد على الأرض لإنجاح الحوار الوطني، وإن شاء الله يعني جلسات ابتداء من يوم الحد القادم يعني بإذن الله يعني نأمل والتوفيق من عند ربنا أنها لن تقل نجاحا عن الجلسة الافتتاحية.